برضه ليلى. ليلى يعني انت في بدايه الموسم انت الحمد لله كان ليكي دور كبير جدا السنه اللي فاتت في الفوز وان احنا نتوج بالثلاث بطولات. اي لاعب مع بدايه كل موسم بيشوف مشكلته ايه، ايه النواقص اللي عنده. انا كان عندي مشكله السنه اللي فاتت، كان عندي اصابه مش كويسه، كان عندي رجليا مش عارف ايه، كان عندي ناحيه البدنيه. انت اشتغلت على نفسك ازاي بدايه الموسم؟ انا شفت الموسم اللي فات كان ايه اللي ناقصني، ومن الاول كده كنت قعدت مع كابتن يحيى قلت له انا عايزه اركز على اللي ناقصني كذا وكذا. و طب ايه كذا وكذا دول؟ قول. يعني مثلا عشان انا اكتر مثلا بدافع، فعشان كده باش دايما باخد من كابتن محمد سليمان الغلطات بتاعتي في الدفاع، باخدها مع كابتن يحيى، وكابتن محمد برضو بتكلم مع كابتن يحيى بقول له ايه الصح هنا. فالتمرين مثلا الكابتن يشتغل معايا يقول لي ركزي مثلا على الجزء ده اللي ناقصني، الجزء ده اللي انا مثلا مش بركز فيه، البلوكات مثلا، تمرينه خاصه للبلوكات عشان يعني اغلب الفرق فيهم ناس بتشوط من بره، فده جزء لازم مهم قوي. تقابلي بدري. يعني مثلا يعني الاول كان في مشكله مثلا في المقابله، كابتن قعد معانا او قعد مع الناس اللي بيلعبوا برضو في نفس المركز. طب ده هل هي بقاعده بس ولا بتترجم لتدريب؟ يعني هل انت بتتمرني على ده، بتروحي بتادي، بتبقي شايفه مثلا ان انا محتاجه اجي ازود تمرين لوحدي؟ يعني كلمينا برضو ازاي بتشتغلي على المشاكل دي جوه الملعب. وفي الاول طبعا انا باخد زي ما قلت لحضرتك، باخد الماتشات من كابتن محمد سليمان وبعرضها على كابتن يحيى، وبقول له يعني مثلا الجزء ده مثلا ما بطلعش قابل، فلا تبقى في تمرينه خاصه للدفاع. حلو. فالكابتن بيقعد معانا وفي التمرينه بنطبق بقى الكلام ده، يعني مثلا اتنين في المركز ثلاثه، لا نقعد مع بعض ونشتغل اللي يطلع يقابل ينزل يغطي على الفيرو التاني. برافو. بالطريقه دي والبلوكات برضو مع بعض، يعني احنا بنترجم اللي بنشوفه من في مع كابتن محمد سليمان بنترجمه في الملعب على طول. طب ليلى انت طبعا بحكم مركزك وبحكم وجودك في الملعب فانت بتصطدمي بالمهاجمين الاقوياء في كل فرقه، ده وضع طبيعي جدا. شايفه يعني السنه دي الفرق كلها، الشمس وسبورتنج والفرق اللي بتنافسنا بشكل عام والطيران وغيره وغيره، شايفين الفرق الثانيه افضل من السنه اللي فاتت ولا شايفه الدنيا هي هي؟ لا هو طبعا كل موسم كل فرقه بتحاول ان هي تعلي من مستواها، واللعيبه طبعا بيتمرنوا اكتر وبيشوفونا زي ما احنا بنشوفهم بالظبط، سواء بقى مدر محلل للاداء او بيتفرجوا على الماتشات القديمه، فبيحاولوا يطوروا نفسهم. فلا هي المنافسه اصعب، وده يخلينا احنا نتمرن اكتر وعشان نحافظ على الثلاث بطولات اللي احنا خدناها. يعني انت شايفه ان المنافسه السنه دي اصعب؟ عشان أصعب. نحافظ على الثلاث بطولات اللي احنا خدناهم الموسم اللي فات. انت سهل تكسب بس عشان تحافظ على مكسبك سنين اكتر. طب يعني بنظره على الفرق الثانيه شايفين الدنيا، يعني انا شايف حتى من التقرير كان سبورتنج يمكن ماشي كويس، يمكن احنا اقوى منه دفاعيا، ودي حاجه تتحسب لك طبعا، تتحسب لكل اللعيبه اللي بتدافع في الفريق اكيد. ولكن يعني احنا داخلين على فتره الجد، شايفه ان احنا ممكن يكون في صعوبه في الماتشات، شايفه في محتاجين دعم اكتر، محتاجين المصابين يرجعوا، يعني شايفه الخطوه اللي جايه الجاي ايه؟ وطبعا احنا محتاجين كل واحد في الفرقه طبعا محتاجين مصابين يرجعوا تاني، بس احنا الحمد لله يعني الاحسن دفاع والاحسن والاقوى هجوم كمان بسكورات عاليه جدا الماتشات اللي فاتت. الماتشات اللي جايه صعبه، بس احنا الحمد لله يعني احنا احسن منهم. العناصر الفرقه بتاعتنا كويسه جدا، معانا جهاز فني طبعا عالي جدا، ولا ان شاء الله نكسب يعني. طب شايفه اقوى فرقه ممكن في السنه دي مع النادي الاهلي مين؟ يعني دايما بيبقى عينك انت تبقى ليك رؤيه كلاعب، مين اقوى فرقه معانا خاصه احنا ما كناش مجموعه واحده؟ ممكن بس اللي هيبقى فيه شويه في الماتش يعني سبورتنج مثلا. بس احنا ان شاء الله يعني هنكسب يعني. ان شاء الله، يعني شايفه ان هو ممكن يكون سبورتنج يعني. وخلي بالك برضو في نقطه مهمه جدا وهي السكواد، يعني يمكن كابتن يحيى كان بيتكلم انه ممكن عنده نقص في المراكز، بس مش سهل ان انت تقدر تشتري لعيبه من اي نادي.